السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ أشوف إزاي نغير الستايل في برنامج الإنفرا ووركس. أول حاجة هتيجي هنا وتقول له أنا عايز أختار الستايل باليت، هيبدأ يجيب لك الستايل. هتبدأ تشوف أنت عايز تغير إيه، مثلا الـ 3D موديل. أه طيب عايز تغير إيه؟ بيلدينج مثلا. تبدأ تشوف الأشكال الموجودة هي، تبدأ بس تحط الشكل دوت، يبدأ يغيره لك زي ما أنت شايف. طيب عايز تغير الروت، تعالى كده وابدأ اختار الروت. الروت اهي، تبدأ تختار الروت، اختارها على الروت اللي انت عايزها. لو جيت تحطها على حاجة غلط يقول لك لا ما ينفعش هنا، ما ينفعش هنا، ما ينفعش هنا، لازم تختار الروت مظبوط. اه زي ما انت شايف غير لك الروت خالص. طب لو انا عندي بريدج، تدور على البريدج تختاره وتبدأ تختار البريدج وتعلم وتبدأ، ده روت عادي. لو انت عندك اي بريدج موجود تبدأ تحط البريدج، هيبدأ يغيره لك. عندك منطقة زراعية، هنا البايب، هنا الماتيريال، كل حاجة صغيرة، مجرد إن أنت تختار الكاتيجوري بتاعتها ودراج أند دروب بتتغير معاك إن شاء الله.